اسكتي لو سمحتي، اسكتي لو سمحتي، اسكتي اسكتي انتي، اسكتي. كلمات قليلة كانت سبب ان المطرب احمد سعد يلاقي نفسه في وش المدفع، وتونس كلها بتتكلم عليه، وده علشان يحيى حفل غنائي في مهرجانات بنزرت. بس اللي حصل كان مفاجأة مش متوقعة. أحمد سعد اللي عمل ضجة كبيرة الأسابيع الأخيرة بعد ما ظهر بقميص شفاف في حفل غنائي بالسعودية، سافر تونس علشان يعمل مشكلة كبيرة برضو ويخلي الإعلام والجمهور التونسي هجموه، لدرجة إن عدد كبير اتجمع قدام مكان استراحته. بداية القصة كانت في مدينة بنزرت التونسية، وده لما حصل أزمة كبيرة بين منظمة مهرجان بنزرت والمطرب أحمد سعد بعد ما تعاقدت معاه علشان يحيى حفل غنائي ضمن مهرجان دولي للفنون والرياضة. بس الاتنين وقفوا بهدلوا بعض قدام الكاميرات ووسائل الإعلام. أحمد سعد أول ما وصل تونس اداها حتة حلوة وقال: أسعد يوم في حياتي إني موجود في تونس، البلد الزواقة اللي كل المطربين يتمنوا يغنوا فيها، مبسوط إني معاكم، وكان حلم من أحلام حياتي أكون موجود في تونس وسط الجمهور التونسي. الكلمتين دول اتاخدوا على الفنان، خصوصاً إن قال شبههم من فترة قريبة في السعودية. أحمد سعد طلع على المسرح وأحيا الحفل، بس اللي حصل بعد كده ما كانش على البال ولا الخاطر، لقينا منظمة الحفل طلعت وقالت الفنان ما التزمش باتفاقه في العقد، غنى ساعة إلا ربع بس، وكمان ما احترمش الشعب التونسي والصحفيين التوانسة، طلبت منه يرجع تاني ويكمل الحفل ويعتذر للجمهور، وقالت له نصاً احنا ما دفعناش 400 مليون علشان يجي ويغني ويمشي. الست كملت كلامها قدام الكاميرات وقالت الفنان جه الحفل متأخر، كان المفروض يطلع الساعة 9 بس جه الساعة 10، ويدوب غنى 45 دقيقة ومشي، ما احترمش الصحفيين، والمفروض إن في ندوة بعد الحفل اتجاهلها ومشي، وأهاني الشباب اللي خرج علشان يقدم فقرة غنائية على أغنية وسع وسع، لازم يعتذر للشعب التونسي. أحمد سعد لقى الموضوع وسع والدنيا قلبت عليه، طلع للصحفيين وقال ما كانش فيه اتفاق إن أعمل لقاءات صحفية، وهنا المنظمة قطعته وقالت جاية علشان تاخد 80,000 دولار وتمشي. رد عليها أحمد سعد وقال لها اسكتي، انت مش بتعرفي تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات. أحمد سعد نزل بيان صحفي وقال إن اللي حصل ده حالة فردية مش بتمثل الشعب التونسي، بس واضح كده إن مش واخد باله إن الإعلام مقلوب عليه وشايف إنه أهاني المرأة التونسية، والواضح أكتر إن الفنان مش ناوي يبطل مشاكل. نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل ما عدتش الموضوع، أصدرت بيان بتلزم فيه أحمد سعد بعمل فيديو اعتذر فيه لسيدات تونس، وده رداً على اللي عمل وجهاً لوجه لمنظمة الحفل، وكمان وجهت اللوم لمنظمي الحفل لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقاً، وده قبل إقامة أي حفلات فنية. واختتم البيان باعتذار شخص من نقيب الموسيقيين اللي قال وفي النهاية أتقدم بشخصي وبصفتي نقيباً عاماً لموسيقيين مصر وفنان مصري محب وعاشق لكل بلداننا العربية الشقيقة، بخالص الاعتذار لسيدات تونس الخضراء الحبيبة عما حدث من لفظ أثار استياء حضرتهن، متمنياً استمرار أواصر الحب والإخوة والصداقة والاحترام بين مصرنا الحبيبة ووطننا العربي بأكمله.